وإياكم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ الشيخ منير عاشور. يرفع بعدها آذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بغداد وضواحيها، هنا إذاعة الجودين من العتبة الكاظمية المقدسة. لكل شيء وهدى ورحمة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أيمانكم دخلا بينكم تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به إن يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم.
ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أن إنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان
ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان
فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. صدق الله العلي العظيم. التوجيهات الدينية من العتبة الكاظمية المقدسة. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الحق. قال الإمام موسى بن الكاظم عليه السلام: اتق الله وقل الحق وإن كان فيه هلاكك فإن فيه نجاتك، واتق الله ودع الباطل وإن كان فيه نجاتك فإن فيه هلاكك. إن قول الحق يعد من أهم أسس الصلاح والتقوى للفرد والمجتمع، وإن كان ثقيلا على البعض لكن في قول الحق مرضاة لله تعالى، ويؤيد ذلك ما صدر عن أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين من القول بالحق دائما. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يلزم الحق لأمتي في أربع: يحبون التائب، ويرحمون الضعيف، ويعينون المحسن، ويستغفرون للمذنب. وقال صلى الله عليه وآله:
الحق ثقيل مر والباطل خفيف حلو، ورب شهوة ساعة تورث حزنا طويلا. وقال صلى الله عليه وآله: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. ومن وصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام لابنه الحسين عليه السلام قال: يا بني، أوصيك بتقوى الله في الغنى والفقر، وكلمة الحق في الرضا والغضب. وروي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن من حقيقة الإيمان أن تؤثر الحق وإن ضرك على الباطل وإن نفعك. أخي المؤمن، أختي المؤمنة، بعد معرفة الحق لا بد من الإقرار به والانتصار له وقبوله ولو على النفس، وإطلاقه في جميع مجالاته الممكنة بحكمة ورصانة وأسلوب جذاب. فالإنسان الذي يحمل الحق هو إنسان يعتز بدينه، إنسان له ضمير راسخ الإيمان في قلبه. واعلم أن الحق عندما يكون ثابتا في مكانه لن يزعزعه النقاش ولا التشويش الذي يسعى إلى حجب الحقيقة. وإن قول الباطل مهزوم وإن سخرت له جميع القوى. اللهم صل على محمد وآله، وحلنا بحلية الصالحين، وألبسنا زينة المتقين، والسبق إلى الفضيلة، والقول بالحق وإن عز، واستقلال الخير وإن كثر من قولنا وفعلنا، ببركة الإمامين الكاظمين الجوادين عليهما السلام، وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم انصر المقاتلين والمجاهدين نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا وارحم شهداءنا وشافي جرحانا وعافي مرضانا واحفظ بلدنا من كل سوء واجعله آمنا مستقرا كل من أوصاني بالدعاء إخوتنا المؤمنين احفظهم فردا فردا شافي مرضاهم اقض حوائجهم بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
والشهداء السعداء وإلى أرواح علمائنا الأعلام وأرواح أموات منتسبي هذه العتبة المقدسة نهدي لهم منا ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد.